شباب تحياتي لكل متابعين هذا المنشور يخص فقرة السؤال الجواب الحلقة رقم 70 جواب آخر منشور على قناتنا باليوتيوب. نبدي بالتعليقات. القرعة إن شاء الله باكر بس بالضبط الوقت ما أعرف يعني حسب المجال إن شاء الله. فائدة الخضرة للبلبل بها معادن وبها فيتامين أي بها نسبة من الأملاح يعني تفيد البلبل تمن ما بي أي فائدة بالعكس كلها نشويات ويشحم على الطير. بلبل مخلف بس ما يغرد شو اسوي له بعد المخلف مو هسه يغرد خليه يكمل الصبغ مالته يلا يصير انطي البلبل ذراع او قمله الطحين لو مو زين عليهن كبار وعندي اثنين بلبل عمره تقريبا 15 يوم شنو جدول غذائي الهن غير الدود القبابي ما الهن غير دود القبابي فقط 15 يوم الى ان يصير شهر يبدي يتقدم الفواكه الهن وانطيهن صدر دجاج وسمش ني ماكو مشكله قطعيه ناعم وقدميه الهن والذراع وقمله الطحين ماكو مشكلة عادي تنطي لهن لان هي هاي الذراع والقملة مال الطحين تغذيتها على الحبوب يعني الطبيعي ما بها اذية لان ننطيها للطيور. بلابل الوحشية ما تاكل المخبطات او الاعلاف ماكو شي اترك الاعلاف والخبطات مالتك بالقفص ثابتات وياهن تمر فقط اكيد راح ياكلن. بلابل عمر شهرين وشوي اذا اخرجهم على صوت تسجيل بس لاحظت الشغله من يكون الصوت قريب على البلابل ما يغرد ومنها بعد الموبايل مسافه بعيد بحيث يا دوب يسمعون الصوت بدون يتفاعلون ماكو اي مشكله يعني اذا كان قريب او كان بعيد هو بكل الاحوال راح ياخذون الصوت وبالنسبه للتفاعل هذا شيء طبيعي من يكون بعيد عليهم عبالهم اكو بلبل بعيد عنهم حتى يحاولون يقربوه يمهم فيتفاعلن وياه. صير اجمع تغريدات موزارت وبيتهوفن وسمعها المخلف مالتي ماكو مشكله اجمعهن وسويهن فيديو واحد وسمعهن. شلون اجلس المخلف؟ المخلف ما يحتاج تجليس هو وحده يجلس بس تركب قفص ومكان عالي. اليف عمره شهرين الا شويه اغير مكان القفص خلي مكان عالي احس البلبل قلت حركته وكذلك تغريده اي غير مكانه افضل اختار له مكان يكون بيه نشط يكون بيه غرد وهو البلبل اصلا راح يبين عليه مرتاح بهذا المكان خليه يثبت. طيرة اليفة نثية عمر سنتين ماخذ صوت طير مينا شلون اقدر اروح الصوت من عندها ما يروح ما تسكت بس من تصفن تغير التغريد مينا ما يروح هذا الصوت هذا يبقى بيها لان هاي ثابت صار. قبل ايام تشيب اذا عندك بعد اسوي لا انباع مرات ينفخ بالتغريد ما يسكت ومرات ياخذ له يوم يومين ساكت ما يغرد كنه خامل اذا خامل ونافخ روحه معناته هذا بيفاش حاول تعالجه او داخل غيار ريش انت بكل الحالتين راح تقدر تعرف هذا الشيء. مخلف بالقفص اللي من يطلع برا يصير وحشي وبس يظل طاير وما يرجع للقفص شيء طبيعي كل المخاليف هيجي لانه تدريبهم تغريدهم ما كامل. ورق كرتون او ورق نفس الشيء ماكو اختلاف بيناتهم. مرات اي اكو بلابل خرسة او طافيات احنا نسميهن ما يقرن نهائيا. شنو اللقاح للبلابل؟ اللقاح احنا جايين نسوي نخبط مضادات حيوية ونخبط فيتامين ونقدمها للطير كوقاية. وش وقت ننطيهن؟ ننطيهن بداية الموسم يعني بداية الشتاء او بداية الصيف احسن الاوقات هي هاي اللي ننطيها الهن. تفاصيل عنا ماكو يعني احنا ما نقدر نسوي هسه نقول اسم فلان علاجه وفلان دواء ونسوي دعايات اله بس احنا نقدر نقول انه هو مضاد حيوي موجودات هواي مضادات حيوية بالسوق وهواي اكو فيتامينات تقدرون تسووهن وتقدموه لهم. الفيتامينات هو نفس الحالة فيتامين لازم يكون انتاجه اجنبي واكسبايره بعيد ويكون اصلي يعني لان مو مخشوش اكو هواي ادوية مخشوشة بالسوق. فترة يخنطل وفترة يستعيد نشاطه والشريش اليم من قا اليم رجله نص واقع شنو السبب؟ شي طبيعي هسه موسم غيار ريش كل الطيور قاعدة تبدل ريش وريشها قليل صاير اما بالنسبة للنشاط مالته فاكيد الخمول مالته بسبب هذا الريش اللي جاي وقع يعني غيار الريش. مخلف اليف مخليه قفص حديد ونقلته الى قفص خشب صار مثل الوحشي شو وقت يركض ياخذ له يومين ثلاثة بالزايد بس اهم شي يكون القفص ثابت حتى يركض اسرع. احسن بالتغريد الفحل لو نثية بصورة عامة الفحل بس مرات اكون نثاية تطلع نفس المستوى مال الفحل يعني بالنهاية حسب الرس والتخريج. بلبل اليف جوا من قارة حبايتين وحده راحت وحده بقت شنو العلاج؟ شنو نوع الحب؟ لونها؟ شكلها؟ احنا ما نقدر هيجي نعرف هذا الشيء الا نشوفه. يخاف من كل شيء خليها بالقفص ولافته مو كل شيء ياكل بس من اليد شلون اقدر ادربه؟
موجود فيديو بهذا الخصوص، ترويض البلبل الأليف أو إعادة تدريب البلبل الأليف، بس تكتب بلابل علاوي وتكتب اللي تريده هسه يطلع لك نتيجة القرعة باكر عزيزي إن شاء الله. بلبل ما يهضم الأكل شنو علاجه؟ مخلف توه يصبغ، حاول تهرس الأكل قبل تقديمه إلى بالخلاط ويلا تقدم الهياء. بلبل وحشي اريد اجلسه، مو هسه التجليس، هسه الجو حار ما ينجح التجليس بالشتاء ان شاء الله. واني ناشر اربع طرق ناشرها لترويض البلبل البري موجوده بالقناة. بلبل كان يغرد وهسه سكت، شنو تغيير الريش او شنو سببيه؟ بسبب تغيير الريش. بلابل صغار عمرهم 14 يوم ونقزن من القفص بعد الشبر عن الارض وما قامن، ما ادري ايش بيهن، ظلن بس يزحفن، مو سبب الطفرة من القفص. هذا المرض احنا نشرناه قبل يومين، تقدر تطلع بالمنتدى اللي خاص، وهو قلنا كل البلابل هيجي الصغار مال البنات السابع والثامن كله دا ينضرب مرض اغلبهن. بلبل عمره شهر ونص تقريبا بالبرج مال تحديد، فتحت باب البرج ووقف على الحافة وانسدت علي قوي بالغلط، فلت مني الباب، المهم قام ينزل دم من رجله بالضبط اصبع الصغير الامامي تقريبا. ماكو مشكلة، كل شيء تستعمل لما دام هذا صغير اي علاج هسه ما ينجح وياي، راح تأذي للطير. تركه هو وحده يطيب، بس ثبت مكانه لا تخليه يتحرك حتى لا يضل ينزف. مخلف من يطير يصير خرخشة بالتنفس مالته، يطلع صوت مثل الضاق شي بلعومة، وذيله مكسر باقي بقد الاظفر، صار له هواي ما طالع. الذيل مالك شغلة بيه، لا تنتفه وخطأ، ويمكن انت صار يمكن ثالث رابع مرة تقول لي انت في الذيل واقول لك لا ما يصير. وبالنسبه للتنفس مالته اللي بيه خشخشه، هذا التهاب تنفسيه عنده، حاول توفر له مضاد حيوي اي نوعيه موجوده بالبيطره تجيب له من عنده وتطيه ضروري قبل ما يزيد المرض عليه ويقطع الاكل ويموت. مخاليف بدايه صبغ يصير انطيهن جدول صيفي، ماكو مشكله انطيهن، ويصير اخلي قفص بصف قفص وقت التسميع. ماكو، لا ماكو داعي تخلي قفص بصف قفص وقت التسميع، خلي قفاصتهن ثابته وشغل الصوت حتى لو بعيدنا راح يسمعن. الاكل اللي يمنح ضخامة البلبل الحشرات، بلبل اليف كلش، وطلعته برا طقيت للصور وطار وشرد، صار اربع ايام ما رجع، شنو السبب؟ مو بدنا ننصحكم احنا، بدنا نقولكم عوفوا هاي السالفة مال تطلعون برا البلابل خارج القفص تطلعون على اساس بيطيرن. عمي ترى هاي السالفة ما تصير، هو البلبل بالاساس عصفور بري، يعني غريزته البرية باقية بي، يعني ينهزم من يشوف البرية لازم يشوف العصفور، يشوف له شي خاف راح يلحقه، لان هو بالاساس بري مو مثل الحمام اللي عجبه يطلع بلبل ويفتر فوق راسه، خلي يجيب له زوج حمام ويجي. اما راح تقول لي فلان وعلان يطلع البلابل برا، هذول هيك يعني يريدون بس يورطوكم يعني، او يصور له فيديو حتى يجيب مشاهدات يصعد به. هذا يطيهم مرات ينطوهم حبوب برات، هو اصلا منطقته ما بيها بلابل، والبلبل ما يروح ما يعرف وين ينهزم، ويخلي له بلبلين يعني ثلاثه ما يطلعهم بالتصوير حتى البلبل مالته يظل ورا هذن الاقفاص. فما عليكم بالناس، حرامات هيك البلابل جاي يضيعوها ويطيرها من عندكم، وبالنهايه يموت من يطير هو. لا طيور الجنه، هذا مستحيل نبيعه، هذا ثابت ان شاء الله باقي. شقد عمر البلبل وبعد ما يتخرج؟ من يكمل الصبغ مالته بصوره عامه 8 اشهر او سنه. بلبل مخلف بس بطنه ضعيفه، هو ياكل ويشرب بس السبب والعلاج شكرا. بطنه ضعيفه هذا اذا مخلف، التكاتب مخلف، كل المخاليف هيك ماكو مشكله، المخاليف اغلبيتها يكون ضعيفات بسبب غيار الريش، من يغير الريش ويطلع ثوبه كامل يرجع يسمن. بلبل مخلوع الزر مالته اقدر اعالجه؟ والله اللي هو الخلع ما يعيش وما يتعالج، بس حاول وديه البيطري يخليه يجبره ويا مستوى الجسم يعني، وحتى يعطيك فيتامينات ومضادات حيويه بلك تقدر تسيطر عليه وما يموت. المينا لحد يا عمر تبقى تستلم كلام، واقدر اعلم المينا الكبيره كلمات جديده؟ المينا الكبيره مفتوحه الكلام، او هي اصلا بس تاخذ كلمه واحده بعدها احنا نسميها مفتوحه الكلام، تظل هي تستقبل وما يحتاج تعلمها، هي راح تبوق الحكي وتتعلمه. واغلب المينات دا يبدا بالكلام من 6 اشهر او 8 اشهر فما فوق، وتظل تستلم ما تقفل. فحل مخلف ابد ما طلع ريش بذيله، شنو السبب؟ ريش الذيل يتاخر لانه اطول ريش هو،
واكثر شيء ياخذ طاقه من البلبل، فاخر شيء هو الذيل. يلا يصفي اتركوه، من راح يكون الريش الجديد جاهز راح يدفع الريش القديم. بلابل وحشية هم يتكاثرن اول ما تجيبهن، لو ياخذن فترة، واذا ياخذن فترة شقد ياخذن فترة. يعني اذا لك نية تجيبهن هسه او شهر الاخ او شهر الاخ، وان شاء الله على الموسم الجاي شهر الثاني او الثالث يتكاثرن 100%. بلبل مالي جاي ذب ريش، هاي اول مرة يسويها والتغريد قل كلش، انطيني الحل. التغريد شي طبيعي، احنا قلنا البلبل مجرد ان يبدي يغير ريش راح يسكت، يصير خامل، يتعب الطير، شهيته تقل، فهذا شيء طبيعي. حاولوا تثبتوه مكانه حتى يكمل الريش باسرع وقت ممكن، وعدها يرجع طبيعي. زوج بلابل وقفص كبير، النثي اليفه والفحل وحشي بيضا اكثر من 7 مرات، والقى البيض مكسر بالقاع، بدل الفحل. مخاليف بعمر 3.5 خرجتهم على نوكيا وبعدهم ما كاملين صبغ، يصير سمعها غير تغريد مثل هنداوي شنو ما اعرف او بدراوي، عادي ماكو مشكلة سمعهم. مخلف شلون اجل سمع يحتاج المخلف تجليس، تم الجواب بداية التعليقات. بلبل انضرب بالمروحة براسه، شنو علاج انطيلي انضربته قوية خطية مع العلم عزلته عن البقية. يعني هو انت ايش كاتب مخلف لو كبير لو شنو، ما كاتب مخلف اذا مخالف او الصغار لاني ما لهن علاج، اما اذا كبير يعني شو اقول لك، اذا اكو جرح لازم تمسح دائما المنطقه اللي مجروحه باليود حتى لا يصير التهاب ولا يصير بي جراثيم، اما اذا ماكو جرح الضربه داخليه حاول توفر له بس فيتامين حتى الطير يصحى ما يصير خامل. بس لو تبطلون من سالفه البنكه ما اعرف شو وقت تبطلون. مخلف بلبل عمره الا شويه يكمل، شو مرات يغرد مرات يذب مثل الصفاره، وانا اشتريته هو كبير مو مصفر له، شلون اتخلص من الصفاره؟ ما تروح من عنده يعني، هاي ثابته بي لان هو احتمال سامعها من السوق او احتمال من واحد، لانه سهله تشلب بيها للاسف تبقى بيها. شلون تعرف البلبل ربع فتحه نصف فتحه فتحه كامل؟ هاي شارحها انا في فيديو، بس تكتب هذا العنوان وراح يطلع لك اول شيء، طبعا تكتب بدايه بلابل علاوي وتكتب العنوان اللي تريده وراح يطلع لك فيديو تشرح بالتفصيل. مخلف خليته يوم واحد، يوم واحد كله وكله بلت، واليوم جاب لي ما يقدر يوقف على رجله، ما له حل للاسف، هذا راح يبقى هيك او يعني احتمال يطيب من وحده، يعني ما له علاج. بلابل زوجتهن وسمت حابات صار لهن اسبوع، شو تقول يكره بيضا؟ ما اعرف يعني الموسم انا حاطهم بالمنور، واذا بشتي يصير احطهم بغرفه دافيه همي بيضا. لا اذا تريد تختار مكان ثابت للقفص، ما يصير بالشتاء تغير وبالصيف تخليهن بغير مكان. بالشتاء ماكو مشكله يبقون برا، بس غلف القفص بنايلون، هاي وحده، واحتمال يلحقن بيضا اذا وفرت لهن حشرات. هوايه عندنا مقاطع خاصه بالتخريج تقدر تشوفهم بالقناه. ممتاز نبات البربيل، ممتاز بيه معادن كلش عالية، بيه حموضة، بيه فيتامين اي بنسب عالية، يعني ممتاز كلش، بس يتقدم مرتين بالاسبوع فقط. بلابل عمر 3 اسابيع خوما يموتن، والله ما اعرف، احنا ما نقول ايه وما نقول لا، يعني حاولوا تحافظون عليهن تغذيتهم فقط حشرات ان شاء الله يعيشن. كوكتيل عمره 1.5 شهر انطيه شوفان وصار قليل يتقبله، اكو بديل للشوفان؟ موجود سريلاك خاص الهاي الطيور الكناري، طيور الحوب، الكوكتيلات، موجود هذا السريلاك بمحلات بيع الطيور او عند المشاتل. هذا السريلاك ممتاز وبيه كافة المعادن وكافة الفيتامينات وكل البروتينات اللي يحتاجها الطير، وحتى يخليه يكبر بسرعة. مخلف عمره 1 شهر طلعت له حباية فوق ذيله تشبه حب الشباب، وديته قال لي هاي بقايا قرصته. جد ذكي لعد هذا الطبيب عزيزي، هاي مو حباية الفوق ذيله، هاي الغدة الدهنية، لا تلعب بيها، اترجاكم لا تلعب بيها، هاي الطير يستعملها ينشف بيها الريش، هاي الغدة بوحدها مرات تنشط تكبر ومرات تصير صغيرونة، من تلعبها راح تقتل الطير راح تأذيه. اكس مع باوع كملت التعليق هسه، وانطاني كريم بوكس واستعملته لمو نفس الشي، تعتقد مو بقى يا اخي؟ والله ما ادري، المهم خلنا ناخذ سكرين للتعليق حتى ننشره. على اسف هذا يقول طبيب بيطر عود، لا حول ولا قوة الا بالله. حبيبي
خاف ما تشوف هذه، ما تشوف الموضوع اللي راح ينزل، ولا وين ننزل بي يمكن 20 فيديو منزله بس بهاي ان شاء الله. هاي الحباية هاي غدة دهنية تصير فوق الذيل، الطيور تستعملها تنشف بيها ريشها، لا تلعب بيها، وروح سلم لي على الطبيب. بلبل مخلف هسه بدا يصبغ، كان يم صاحبي اليف بس من جبته يمي توحش، بس من انطي اكل يجي على ايدي ياخذ الاكل ويطير، كل شيء ما تسوي له. هذا قاعد يصبغ، بس يكمل الصبغ مالته يكمل ثوبه كامل يرجع. بلبل كان ما بي شيء، قعد الثاني يوم لقيته ما يوقف على رجله بس قاعد، وشلون اعالجه؟ ما له علاج. ونزلنا موضوع بهذا الخصوص، للاسف انتم ما حمل ياخذ النصيحه، دنقول لحد لي ياخذ بلبل اليف صغير شهر السابع والثامن، لان كلهن دين ضربا شلل، وقسم منهن يموتن وقسم قليل يعيش. هلا سجناها هذا غيار ريش هسه يكمل، بس لا تطلعه بعد من القفص حتى لا يتأذى. الشجر ممتاز، اكو فيديو بهذا الخصوص، بس تكتب بلابل علاوي فوائد الشجر هسه يطلع لك هذا الفيديو. راسه متعور، هذا يضرب روحه بالقفص، اذا قفصه حديد بدل الخشب، واذا خشب خليه بمكان عالي وثابت حتى ما يضرب روحه. 3 اسابيع اكله وطيرانه كلش ممتاز، بس المشكله ان الخروج قليل كلش، بس فواكه وبيض مسلوق. ماكو مشكله خلي خروجه قليل، شنو يعني؟ بلبل جاي يصبغ ما اعرف ايش مكتوب. مخلف قام ياكل برجله لحد ما قام ينقطم الصبع مالته، وصار الاسبوع على هاي الحاله. هذا جرب بي، حاول تمسح رجله يومية باليود الأحمر الطبي للاستعمال البشري حتى يخلص من هذا الجرب، ليصعد فوق على رجله أو يروح رجله الثانية. مو للبيع عزيزي هذا البلبل، أريد أعلمه يأكل بالقفص. هو كبير جاي يصبغ، شحط له بالقفص حتى يأكل. شحط له اي اكل، حط له بالقفص فواكه او غير اكل، بس حطه بقطع صغيرونه حتى ما يخاف من عندها، وراح يتعلم ياكل وحده. ريش المخرج ابيض، هذا لانه مخلف، هذا ريش مؤقت راح يتبدل مو ثابت. تاكل البزون، هذا كل الاهمال من مالتكم، يعني انت تخلون البلبل لو ينباق، لو تاكل البزون، لو تطلعه برا تطير بيه وينهزم، يعني ماكو شيء. شويه دير بالكم على الطيور، هم خساره ماديه، هم خساره يعني معنويه، وهم يعني خساره بارواح هاي الطيور المسكينه. فواكه الطيب اللي صبغ، ولا تطيب اللي تبعد نهائيا. يعارك ويا اليد، هاي غريزه فطريه، مو كل البلابل اللي تسويها، اكو بلابل جسره يعاركن ويا اليد. مخلف اريد اسويه طور نص صبغ هسه، بس البلبل كان ياكل من اليد جالس، كان بس هسه يخاف. ليش ارجو الرد والتخريج؟ حاطه وحشيات تغريده فول وقوي لسان ثقيل. وهو طور، انت شو تريد يعني تسوي له هسه؟ ما افتهمتك. طفت على البزون يخاف، بس غير مكانه اذا بيخوفه من البزون، بس غير مكانه وغير قفصه يرجع. شوفان والسميد موجود بالاسواق الغذائيه، والبسكت مالح عادي ماكو مشكله نطيه يوميه، اي تاثير ما بي، بس بلت لا تطي، كل شيء يطي بس بلت لا تطي. بلبل عمره سنه وما جاي يغرز قدامي، وذيله بي ابيض، بي ابيض هذا من الجوع او انت مخوفه، نقص املاح بي، ما منوع له بالاكل، هاي كلها تسبب الذيل الابيض. بالنسبه للتغريد، سجل صوته من يغرد، وتعال يما ويفتح له الصوت مالته راح يسمع صوته وراح يغرد، كرر هاي العمليه لحد ما يسويها. يوميات الافندي تم الجواب البارحه بالفيس. ينجح التكاثر، تكاثر قفص 8 سنين، لا ما ينجح، هذا خطأ صغير كلش. القرعة باكر ان شاء الله. بلبل شو لونه؟ صار اسود حيل. ورحت بحسبالي مريض، قال لي كل شي ما بيك، واحد منطقة قال لي هذا ايراني ما يفيد، يقول لي ما يغرد وهو كبير عمره سنة، واذا تريد ادز لك الصورة. صار اسود، هذا غرابي، الغرابي يصير نتيجة عدم التشميس، يصير تغير بطبقة الريش خصوصا اذا دخل غيار فتره ويرجع، من يغير راح يرجع لونه طبيعي، ما له شغله بالايراني، الايراني مو هيش نظامه، الايراني بيه غير شغلات، يكون اخشن، يكون اقشم، هواي شغلات يعني بيه، بس مو ايراني هذا. مخلف ربع تكسر البذيله والجناحينه، شيء طبيعي، كل المخاليف شيء، ريش يتعب او ريش
يصير يتلف يتعب كلش هو يتبدل وحده بدون نتف. عمره شهر 3 اسابيع كنت مخليه بقفص صغير عشان ينتف ريش مال ذيله بسبب القفص الصغير، وهسه حولته بقفص كبير ينتف ريش ذيله حتى صبغ جزء من راسه وبطل قام ما يصبغ. هذا بخوفه صارت لانه غيرت القفص. المهم ياخذ له فتره ويرجع طبيعي، بس لا ترجع القفص الصغير بعد، لان راح ترجع راح يخاف اكثر. بس ثبت مكان القفص وراح يرجع يصبغ هسه قبل الشتاء يكمل الصبغ ماله. مخلف مخليه بقفص حديد وتعور فوق منقاره. خليه بقفص خشب، خليه بقفص خشب وثبت مكانه وسيتعود وبعد ما ينجرح. بلبل ياكل ويغرد بس من القرب اللي يقوم يخاف ويقمز يمنه ويسره. بعد هذا ما راكد، خليه بقف مكان عالي ولا تقرب من عنده حتى يضرب روحه خطيه. واحد قفص تخليه شلون راح يتعبني؟ ممكن طريقه سهله. عزلتهم كل واحد بقفص. شنو ليش يتعبك؟ شنو المشكلة يعني إذا صار عندك قفصين؟ أنا يعني عندي بالبيت، بس بالبيت 13 بلبل وكل واحد بقفص، وبالشغل يعني أكثر من 20 بلبل وكل واحد بقفص، شنو اللي يتعب بالموضوع؟ 4 أشهر ربع كلش عادي أخليه بالحديقة لو يتعلم من صوت العصافير. ما يتعلم صوت العصافير، يتعلم صوت البلابل، يتعلم اللغة اللي يفهمها، لكن إذا ماكو بلابل راح يضطر يتعلم من العصافير. الطماطة اكو فيديو بهذا الخصوص، بس تكتب بلابل علاوة فوائد الطماطة. عادة سمع المخلف الاليف تخريج من انواع مختلفة من التخارج، يعني اي فيديو تخريج لو الا ظل ثابت لازم تكون ثابت على فيديو واحد. خلي الفيديو بيه مقطع ولو تم الجواب، انا تذكرت هذا تعليقك باليوتيوب، اختار مقطع بعدة لسانات ويكون هذا المقطع ثابت يومية السمع لها، ما يصير يومية تغيره. ليش ما اقدر اعلق على منشوراتك بالفيس ولا اقدر انطي اجابة؟ هاي المشكلة مو بس عندك، عندنا هواي شباب نفس الموضوع دي يقولوا لي، وما اعرف شنو المشكلة. انا هسه عندي انذار جاني من شركة اليوتيوب على القناة مالتي، وراح اسوي قناة بديلة لل يعني احتياطية وانشر الرابط مالتها، والصفحة احتمال هم راح اسوي صفحة بديلة وانشر الرابط مالتها. اكو ابلاغات جاي تصير وجاي تصير مشاكل، ما اعرف شنو المشكلة. سؤال ملتي فيتامين شلون اقدم البلبل؟ ايش قد الكميه؟ كم قطره بالوقت؟ ايش قد اخلي بالمشروب؟ مع فاق حب واحترامي. ما اعرف، كل فيتامين له نوعيه خاصه بالتقديم. احمد طالب الشمري، يعني شو هو نوعيته؟ شنو انتاجه؟ شنو شكله؟ شلونه القوه مالته؟ شلون انا ما اعرف يعني النمو، لازم تسال الطبيب اللي اشتريتها من عنده نفسه حتى يعلمك الطريقه، لان كل طريق كل فيتامين له طريقته الخاصه بالتقديم، مو كلهم نفس الشيء. مخلف ما ينعرف عزيزي، سمع البلبل المخلف الاليف تخريج من انواع، متم الجواب. بلبل ياكل بس تمر، شحط له اكل ما ياكل، شو اسوي للرحمه بالوالديه؟ خلي له اكل ومالك شغله تركب القفص، غصبا ما عليه بالمستقبل راح يتعلم ياكل باقي الاكل. بس الفحل يبروز بهالطريقه لو الانثى هم شكل بروزها يكون هيجي نفس الفحل والنثى الثنتين يبروزن عزيزي نفس الشيء. شهر ونص قاعد اخلي بسكت مالح وتمر ثابت بالقفص، وقاعد اخلي كل يوم هي نوع بس فاكهه، لما يجي ياكل بسكت مالح وما ياكل فاكهه. هي هاي احنا ليش احنا جبنا لعد العلف الايطالي؟ بسبب هاي الشغله، وهواي من البلاول ما تاكل الفاكهه، والفاكهه راسا بنفس اليوم تتلف وتسبب لنا مشاكل. فهاي البلابل احنا هم نزلنا بهذا الخصوص، كل بلبل له شهيته تختلف عن البلبل الثاني، بلبل يحب التفاح، بلبل يكره التفاح، بلبل يحب التمر، بلبل يكره التمر، فما اعرف. انت حاول تخلي الاكل اللي يحبه بس. تخريج ما يغرد بحصول يبدي يغرد، تم الجواب. مخلف ما صابه نص يصير زوجة؟ لا ما يصير. تعليقات خلصت لهذا المنشور، اي سؤال عندكم تركوه بالتعليق، وان شاء الله ما نقصر عليكم. تحياتنا.